في مدة لا تتجاوز 50 يوما وزارة التعليم تنفذ مشروعا حديثا في محافظة جدة بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها السخي للتعليم. الحمد لله تم استلام 35 مشروع تعليمي مدرسي كمرحلة أولى. هذه المشاريع تستوعب أكثر من 17,000 طالب. المرحلة الثانية أيضا لدينا 36 مشروع تعليمي سيتم استلامها بعد 3 أشهر تستوعب 32,000 بإجمالي 50,000 طالب. هذه المشاريع تحكي قصة نجاح حقيقية ترجمت على أرض الواقع في 50 يوم. بدأت الأعمال فيها من بداية شهر الحج وتم استلامها قبل عودة الطلاب إلى مدارسنا، واكتملت فيها الجاهزية بشكل كامل، أمنت الطاولات والمقاعد، تم توفير الكتب الدراسية، اكتملت فيها أعمال التكييف والإضاءة حتى أصبحت بيئة جاذبة مستعدة لاستقبال الطلاب. نقف اليوم في هذا الصرح التعليمي وهو أحد المشاريع التعليمية في مدرسة المروة، وهو مشروع فصول إضافية. يستوعب هذا المشروع ما يقارب 900 طالب، وقد اكتملت جاهزيته بشكل كامل من وزارة التعليم، وأشرفت عليها الإدارة العامة للتعليم محافظة جدة. نفذت هذه المشاريع وفق أحدث التصاميم المعمارية التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمستوى المدارس، وهي تمثل قصة نجاح في سرعة الاستجابة والتعامل مع الآثار التعليمية المترتبة على مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بمحافظة جدة. نحن اليوم في أحد المشاريع التي قامت عليها وزارة التعليم في مدة 50 يوم. نشكر حكومتنا الرشيدة التي قامت على هذا العمل الجبار واهتمامها بالتعليم وبالطالب. فدوى الطيار من جدة.